اللي نقدر نقول لكم في هذا الصدد هذا هو انه المشكل ديال <سؤال> ديال هاد لي كومبليكاسيون او لا هاد لي انسفيسونس دو ريزولتا كما كنسميوهم حنايا في الجراحه او في لا ميديسين اون جينيرال هما تيقدروا يوقعوا ما تيقدروا يوقعوا طون كو سي ديكري لا في لا ليتيراتور كو كيقدروا يوقعوا داكشي هذا وما كنظنش انه انا كاين شي طبيب او شي جراح انه كيدخل كيبغي يقوم بعمليه وهو تيقلب على انه تبقى لي ان كومبليكاسيون او لا كيتغاضى على انه تكون ان كومبليكاسيون باغ اكزومبل غير هو انه اللي خاصو يعرفو المريض او المقبل على اي جراحه انه الطبيب راه تيقوم بزاف تاع المسائل قبل ما كيدخل يدير الجراحه ديجا انه فاش كيجي عندو الفحص لا كونسولتاسيون راه تيقوم بواحد الفحص سريري اللي كنسميوه ليكزامين كلينيك تيقوم بواحد لانتيغوغاتوار مع لو باسيون باش كيسولوه على بزاف تاع الامور جوست باش اولا كنسميوها حنايا ا بوبوزي لانديكاسيون ديال هذيك الجراحه واش هذيك الجراحه غادي تنفع هذاك المريض بالضبط او لا شي حاجه اخرى تقدر تنفعو احسن وثانيا باش يتفادى المشاكل من الاول مريض جاي عنده شي مرض ولا كياخد كي شي دواء كنحاولوا نادابتيو هذاك الدواء باش نتفادى المشاكل هذي المرحله الاولى المرحله الثانيه اننا كنطلبوا بعض التحاليل التحاليل باش كنشوفوا كنشوفو واش ما كاينش شي مرض اللي مخبي ولا كنشوفوا ديجا سان بيلون بري اوبيراتوار باش كنشوفوا واش المريض يتقبل يقدر يستحمل هذيك العمليه ويستحمل التخدير شي مرات كاع كنمشيو بعيد وكنقدروا نطلبوا دون كيلكو كا ولا على حسب لاج عاوتاني السن نقدروا نطلبوا انه المريض يمشي يشوف طبيبه القلب يمشي كاريمون باش كنشوفوا واش المريض يتحمل البنج وكنصيفطوا المريض عند الطبيب البناج كيشوفوا كي بيان سور مزيان طبيب البناج يشوف المريض ويقلبوا داك الشيء وهذا دا باش يتفادوا المشاكل اي اوسي باش حتى المريض يسول على مسائل البنج باسكو المريض الخوف ديالو كيكون كي اكثر من البنج على العمليه دونك كيرتاح فاش كيشوف كي ديجا لا كلينيك اللي غيكون فيها وكيشوف طبيب التخدير اللي غادي يدير ليه التخدير وكيسولو وكيسمع ليه دونك اون كيلكو سوغ المريض كيرتاح اكثر دونك كنقوموا بزاف تاع المراحل باش كنتفادوا المشاكل اي هاد لي كومبليكاسيون او هاد لي لي انسفيسونس دو ريزولتا مذكورين في في فل لا ليتيراتور كما قلت سي كو انه الطبيب مجبر انه كما كيهضر على الحاجه المزيانه ديال الجراحه خاصو يهضر على حتى هادشي هذا انهم كيقدروا يوقعوا وانهم كيفاش كنتفاداوهم حنا ديجا باش باش ما مي يوقعوش وانهم اذا قدر الله وقعت شي حاجه فهمتي كيفاش تنقدروا نصلحوها هكا المريض كيكون مقتنع بالعمليه اللي بغا يدير مقتنع بالطبيب ديالو ديالو فاهم اشنو كيقدر يوقع سامبل اكزامبل انه هو كيقدر يوقع غير دي بلو فهمتي هذوك الزرقيه اللي كتكون مورا العمليه هذيك خاصك تفسرها للمريض تقولها ليه تقول ليه ها كيفاش كندير باش كنعالجها التفاخ حاجه بسيطه فهمتي شنو اون بوتيت انفيكسيون باغ اكزامبل ديال واحد الغريزه ولا شي حاجه كتقول له ها كيفاش كنقدر نصلحها وداك الشيء وهذا فهمتي دونك حنا مجبرين اننا كنقولو كل شيء للمريض ما خصناش نخبيو عليه حتى شي مريض حاجه كما المريض كيكون فاهم كل شيء وعارف الصغيره والكبيره ديال العمليه صراحه الله انا يا انا يا اللي نقدر نقول لك في هذه في المساله هذه هو انه هذا الشيء هذا كيقدر يوقع غير الحاجه اللي انا حيت انا ما نعرفش شنو هما الخبايا تاع هذه القصه هذه بالضبط شنو وقع بين الطبيب وبين المريضه ديالو وداك الشيء وهذا غير هو انه اللي كنعرف انه فاش كتوقع شي شي مضاعفات او لا كتوقع ان كومبليكاسيون ما عمر الطبيب بعدا خاصو يعطي بالظهر ديالو لهذيك لا كومبليكاسيون فهمتي ديما خاصو يحاول يلقى الحل لهذيك لا كومبليكاسيون هذه وحده ثانيا انه الطبيب فاش كي استعصى عليه الامر انه وتي وح... وتي ما تيلقاش الحل لهذيك لا كومبليكاسيون راه اي لي دون لوبليغاسيون انه يطلب لافي ديال ان لوتر كونفرير طبيب اخر فهمتي يجي يحاول يحل يحل معاه ويلقى معاه الحل لهذيك لا كومبليكاسيون فهمتي دونك الطبيب ديما خاص يدوا فيغ فاس ا سي كومبليكاسيون ويحاول يحل لهم المشكل هادشي لي كاين انا جو بونس كو اون جينيرال بالنسبه للمريض راه اذا لقى انه الطبيب وقف معاه وكيحاول بجهده انه يلقى ليه الحل فهمتي راه المريض توا كيتفهم فهمتي آه حين كما قلت لك راه كلشي كيدوز من الفحص الاولي فهمتي فاش كتهضر مع المريض مزيان وكتفسر ليه وكتقول ليه اشنو كيقدر يوقع واشنو ما كيقدرش يوقع فهمتي راه صافي راه راه بحال بحال ان كونسونتمون ولا ان كونتراست مع مع, مع لو باسيون صافي حتى هو راه فاهم ياك نتا واقف معاه راه كيشوفك واقف معاه فهمتي وراه الحمد لله راه الامور في الاخر راه كتصلح وكدوز وكدوز مزيان وداكشي وهدا وهذا فهمتي دونك حنا كنتفهموا المرضى حيت تيكونوا فواحد لو ستريس راه عاوتاني راه خصك خست... انا راه حنا تنكونوا فواحد لو ستريس ياك عاوتاني راه اون دو جيري حتى لو ستريس تاع داك المريض دو حنا كنتفهموا المريض فاش تيكون في هذيك الحاله في الاول وداك الشيء وهذا مي كيما قلت لك فاش كتفسر ليه بشويه تيشوفك انك كتحاول تلقى ليه الحل للمشكل ديالو راه اون جينيرال راه سا سباس تري تري بيان شنو غادي نقول لك دابا هادي ظاهره جديده ولات ديال سورتو اون ميديسين استيتيك انه بزاف دابا ديال الناس اللي ما عندهم حتى علاقه بالطب اللي ولاو كيقوموا بهذا بلا ميديسين استيتيك الحقن ديال الفيلر والبوتوكس والى غير ذلك هنايا راه كاين خطر على 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 المريض علاش باسكو راه المشكل ماشي هو اننا غادي نديروا واحد نحقنوا واحد واحد لو برودوي راه اي واحد كيقدر يشد واحد ليبره ويحقنها في راسه راه دايور الا دخلتو اليوتيوب راه كتلقاو شي وحدين قدام المرايا كيحقنوا راسهم براسهم فهمت شنو نقول لك ولكن راه المشكل هو انه فين غادي تحقن هذاك لو برودوي راه فاش كنخشيو لي برا راه كنعرف فين كنحط لي برا باغ تنعرف في قبل ما كان بعدا ما كندير الفيلر اولا كندير البوتوكس راه حتى كندير واحد ليكزامان كلينيك راه أنتي بوتيتر كتجي عندي باغ انك بغيتي بغيتي ترفعي الخدود تاعك ياك وتنقول لك لا راه حتى التخ ما ينفعك ديري الخدود خاصك ديري هادي غتعطيك احسن نتيجه احسن ديجا شوفي هنايا انني بدلت لك الراي تاعك وقاد ديت لك لانديكاسيون ديالك فهمتي شنو هذه من غير من غير لي كومبليكاسيون اللي كيقدروا يوقعوا اي جوستومون هنا لو رول ديال لو ميدسان راه فاش كدير الحقنه ياك راه كيقدر ديك الساعه راه يوقعوا لي كومبليكاسيون اي اهم حاجه سي دو ديتيكتي هذوك لي كومبليكاسيون

واحد اللي مؤهل انه يقوم بهاد الحقن ياك واحد اللي ماشي مؤهل انه يقوم بهاد الحقن ديال الفيلر او ديال البوتوكس هنا عاوتاني غادي ندخل شويه في التفاصيل انه اشنو هو نوعيه لو برودوي اللي كنستعمل لك فهمتي شنو نقول لك راه كاين دي برودوي اللي اه كيكونوا لا كاليتي ديالهم قلال واحد شويه كاين بزاف ديال ليميتاسيون هذا هو المشكل كاين بزاف ديال ليميتاسيون اللي كتباع فهمتي في لو مارشي نوار أه، دونك لو برودوي مهم ياك بوزي لا بون انديكاسيون مهم اي ثانيا تقوم بالحقنه في زعما اون سيكوريتي بالنسبه للمريض تاهي راه مهمه بزاف وكما قلت لك هو سي دو ديتيكتي انه يقدر توقع مشكل ديك الساعه ياك وما تخليش حتى يوقع المشكل حيت الحل تيتبدل بين ديك الساعة فاش كنسميوها حنايا الجولدن اور فهمتي كيوقع من بعد وديك الساعة كتولي اون اوتر بريز شارج هاد لي برودوي بعدا بحال في لا او في لا اون جينيرال راه ما كنكتبوش شي دواء حتى كنعرف بانه هاد الدواء هذا ديجا عنده ان روكول وداز بزاف من المختبر ديالو ما خرجش لو مارشي حتى راه وقعوا له بزاف تاع التحاليل وتاع الاختبارات والمراقبه وبزاف تاع المسائل ثانيا انه ما كان ما خاص الواحد يكتب ان برودوي اللي ني با اومولوغي في وزاره الصحه في المغرب كاع لي برودوي نورمالمون اللي, اللي كيتباعوا في لو مارشي ماروكان راه نورمالمون سون اونغوجيستري في الوزاره تاع الصحه وتا اتفقت عليهم وزاره الصحه عاد كيدخلوا وثالثا ياك انه لو برودوي ياك اه ما كنديرش ان برودوي اللي اه اللي حتى كنعرف شنو هما لي زونتيسيدون ديالك

tout en sachant que il peut pas y a rien, فهمتي pas y a et tant que c'est contre-indiqué, il faut respecter par exemple. Donc, il y a بزاف تاع les qu'il faut respecter, avant d'injecter le produit. Mais le produit en lui-même, là ma 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 un de la علاقة دابا راه المواطن خاصو حتى هو يوعى بهذه المساله هذه يقول انه انا بالنسبه لي بار اكزومبل او انت واش غادي تبغي انك تدري راسك او تدري الصحه ديالك على قبل انني نمشي ندير واحد الفيلر اللي ما عرفش المصدر ديالو منين جاي داك الشيء علاش راه الانسان او لا فاش كيمشي عند الطبيب خاصو يسول على ما دي شوز انا بعدا ما كيبقاش فيا الحال فاش كيسولوني اشنو هو البرودوي اللي كتخدم به تنقول لهم لو برودوي وتنوريه لهم وكيقدروا كاع يقلبوا سوغ انترنيت دابا راه كلشي باين سوغ انترنيت وداك الشيء وهذا وكاين ان نيميرو دو ريفيرونس كاع في هذاك لو برودوي كنعطيه لهم انايا ياك ها هو النيميرو دو ريفيرونس تاع لو برودوي تاعك حتى لك انت كاع شي مره كاع في شي بلاد اخر او عند شي طبيب اخر بغيتي تعاود تعاود الحقنه تاعك وعجب هذاك لو برودوي راه كتوريه ليه وكتقول ليه ها لو برودوي اللي درت ها النيميرو دو ريفيرونس ديالو وكلشي وهذاك الشيء فهمتي اي جو بونس دابا راه بعدا راه تبدلات بزاف العقليه والناس راه وعاو بزاف راه بالعكس راه ولا كيجيك لو باسيون عارف بزاف تاع الحوايج دابا راه كلشي باين في في سور سور انترنيت وداك الشيء راه اون سامبل ريشيرش راه كتعرف كلشي حتى حاجه ما كتبقى تتخبى وهادشي حاجه راه مزيانه فهمتي شنو لا ترونسبارونس راه مهمه تكون بين الطبيب وبين 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 المريض ديالو كاين اقبال كاين اقبال انا كي انا كيبان لي عادي فهمتي انه اقبال اقبال بعدا في الجراحه كاين كاين سورتو بوغ الجراحه ديال الانف اللي غينو بلاستيك كاين الاقبال في في الوجه بعدا كاين شد الوجه حتى هو شي شويه لي بوبيير وكاين شفت حتى هو بزاف باسكو دابا مع هاد الهاي ديف اننا كيترسم كي ترسم ليهم البطن ديالهم احسن وداكشي كيكون عندك هذاك لو كور اتليت داكشي كاين حتى اقبال عليه حتى كاين شباب وحتى كاع قا... كاع الاعمار الصراحه كاع الاعمار كاين اقبال دو بلوز اون بلوس حاجه زعما انا حاجه عاديه بالنسبه ليا فهمتي الواحد كي غير غير انا اونيستيتيك اون جينيرال ياك il faut pas tomber dans l'excès فهمتي خصنا نبقاو عقلانيين كنقلبوا على لو ناتوريل فهمتي كنصلح مسائل تاع لو بروسيس بحال تاع شي خوخه او ال... شي حاجه المهم كنصلح الامور فهمتي نقول لك ما تو فو با تومبي دون ليكسي فهمتي هنا فين كي سا دوفيان بلو فويون هذا صوره ديال الطبيعي فهمتي مي الى بقينا في لو طبيعي هذا ملي حاجه عاديه هما هما اون جينيرال متصرحين مع الفكره فهمتي عادي فهمتي كيقدر يجي عندك لو كوب للراجل مع الزوجه ديالو عادي فهمتي شنو نقول ولكن هنا كاين لو رول ديال الطبيب لو رول تاع الطبيب شنو هو هو سي ديتيكتي هذوك الناس او هذوك اللي كيجيو عندك على قبل عندهم مشاكل نفسيه فهمتي شنو هنا فين كاين المشكل فهمتي انه هذاك المشكل ديال هذوك الوجه ديالو باغ اكزومبل او الانف ديالو خصوصا بزاف الانف تيكون فيها هذا المشكل أه كيكون تيشكلو عائق نفسي فهمتي عائق مع المجتمع مع راسو هنا الفو لي ديتيكتي هنايا كيخص ولا بد ان بريزون شارج من عند الطبيب النفسي قبل من, من, من نبدا انايا يعني لا بريزون شارج ديالي خصني تيعطيني الضوء الاخضر يعطي لي الطبيب النفسي يقول لي سي بون راه تقدر تبدا وداك الشيء وهذا عاد نقدر انا نبدا لا بريزون ديالي بزاف ماشي راه عند الرجال حتى عند النساء هذا هو لو ديال هذاك لانتيروغاتوار اللي هضرت عليه قبيله فهمتي هذوك لي زونتيسيدون لانتيروغاتوار راه مهم بزاف في ال في ال في, ال في الدم في الميدان ديالنا في لا سبيسياليتي ديالنا بزاف مهم لانه اولا كما قلت لك من غير انه بتيت هذاك لو بروبليم تيشكلو عائق نفسي مي تا لو شونجمون il peut déclencher

ديك الشفه ياك ولكن لا راه راني نقول لك لا لابريزونس شارج تاعو كتبدا من 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 فاش كيتزاد و متبعينو حتى كيدير 17 عام اه, اه. تعجبتي فيها ياك علاش اه حيت حنايا ك... دابا راه تلقاي عنده شق تاع ال... 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 الشفه وشق تاع السقف تاع الها ديالو باريكزامبل حنايا كنسدو هاد الشيء هذا على مراحل فهمتي على حسب نمو الوجه ديالو وانه فاش كيبقى الوجه ديالو كي كي مع, مع النمو كيقدروا يبانوا مشاكل اخرين مشاكل السنان مشاكل ديال العظم اللي هز السنان الماكسيلير مشاكل في الانف تيكون لو ديكالاج في الانف دونك حنا كنتسناو كانت... حتى كيسالي لا كرواسونس ديالو باغ اكزومبل عاد تنقدر نقادلو الانف ديالو او عاد تنقدر نزيد بلا ماشوار سوبيريو ديالو لقدام باش نقادلو لو ديجا الشكل ديال الوجه ديالو, ديالو والعضه ديالو تكون مقاده انه ان سيغتاناج قبل ديجا كيخصو يمشي عند الطبيب تاع الاسنان باش يقاد ليه الاسنان ديالو ويدير ليه يدير ليه تقويم الاسنان باش الاسنان تاعو يكونوا مقادين نجي نقول لك دونك سي اون بريزون شارج كي فريمون ايطالي راه عندنا وليدات دابا اللي تبارك الله راه فهمتي دابا حنا غاديين معاهم كنكبروا معاهم ياك ولكن اللي بغيت نقول لك هو انه اون جينيرال فاش كيجيو عندي لي بارون راه حنايا راه كنداو لي بارون قبل ما كنداو هذاك الولد تحط راسك في البلاصه هذوك 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 هذاك الاب وهاديك الام كيشوف انه ولدو مسكين عنده واحد التشوه خلقي انا بوتيت ختي بان لي انه ماشي بحال الوليدات اول حاجه كنقول ليه انه راه ولدك راه عادي طبيعي ما عنده حتى شي مشكل ان شاء الله غادي يقرا وغادي يولي طبيب وغادي يقولي كيما بغيتي تشوفه ان شاء الله فهمتي شنو اللي كيبغي هو شويه ديال الصبر دكاور دونك اول حاجه كنقومو بها هو اننا كنحاولوا نسدو بعدا هذيك الشفه داك الشق في الشفه ياك هو الاول في 3 شهور اللي من بين الاهداف ديالو من غير الهدف اننا نشدو الشفه وانه باش العظام نمو ديالهم يبقى يحاول يكون مزيان ومسائل اخرى اننا ديجا كنتخضوا انشارج لو كوتي سيكولوجيك ديال لي بارون كيشوفو الولد بعدا كيشوف راه مزيان وراه تسدت ليه الشفاه ديالو وداكشي وهذا ديجا سي اون كونفور بسايكولوجيك بور بور لي بارون اه حنا كنتكلفو بهم من الاول حتى الاخر فهمتي عندنا لي كولابوراتور ديالنا بحال لو اوتودونتست ديالنا اللي كنتكلفو معاهم داكشي وهذا والحمد لله حنا غاديين معاهم الوغ اللي نقدر نقول هو اولا سمعوا الطبيب ديالكم اشنو كيقول كي لكم فهمتي راه الطبيب ديالكم راه كيحاول كي ينصحكم ياك يعني انت راه كتمشي بواحد الهدف والطبيب ديالك كيحاول يقاد لك هذاك الهدف اللي, اللي عندك في راسك فهمتي واش ممكن نقادو داكشي النتيجه اللي ممكن نحصلوا عليها هادشي راه كله دونك حاول تسمع مزيان الطبيب ديالك اشنو كيقول كي لك ياك يعني. وثانيا انه يفو با تومبي دون لكسي. فهمتي شنو ما حاولش تقلب على شي حاجه كثيره وهذاك الشيء انا اللي كان فاش كيجيو عندي لي باسيون ياك تنقول ليه اشنو هو الهدف ديالك اول سؤال ديالي شنو هو شنو كتسنى من هاد العمليه هذه فهمتي واش كتسنى 100% ما كاين حتى حاجه 100% في الحياه فهمتي نو no. ها شنو غنقدروا نديروا ها اشنو غادي نقدروا نوصلوا ليه ها اشنو ما نقدروش نوصلوا ليه فهمتي شنو راه كما قلت لك راه لا ترونسبارونس هي اهم حاجه بين الطبيب وبين المريض فهمتي باش تكون واحد الثقه الا راه لما كانتش الثقه من الاول بين الطبيب وبين المريض فهمتي يعني راه فاش جوستومون فاش فاش كتقدر توقع لا كومبليكاسيون هنا فين كي كي أنا. اللي را را كي هنا يعني الا كانت الثقه فهمتي راه المريض راه كيكون متفهم وراه كيشوفك حتى انت راه كت... واقف كتلقى الحل ياك يعني... وراه كدوز الامور الحمد لله بخير وعلى خير دونك كما قلت لك faut با تومبي دون ليكسي